شجون عربية. كلمة شجون ارتبطت في أذهاننا بمعان قد ابتعدت قليلا عن معناها الأصلي، وأصبحت كلمة شجون على العموم تعني الأحزان، وبناء ربما على قولة عربية مشهورة هي الحديث ذو شجون، ومن ثم يستعملها الناس باعتبارها دال على الألم والشجن والمعاناة، وهذا يعني غير دقيق تماما. فمن حيث فصيح اللغة، الشجنة والشجن هو التداخل والتشابك، ويقال في أصل استعمال هذه الكلمة يقال شجون إن إذا ما كانت فروع الأشجار ملتفة حول بعضها ومتداخلة ومتشابكة. من أين جاء هذا المعنى الآخر؟ ربما من الاقتراب الصوتي بين جذر شجنة اشتبك وجذر شجو وهو الحزن الشديد، أو استناداً إلى الواقعة المشهورة في تراثنا العربي حكاها البلاذري في كتابه أنساب الأشراف وتناقلها عنه المؤرخون والقصصون. أقول أن رجلاً كان اسمه ضبة ابن أد ابن طابخ، كان عنده 3 أولاد، وفي يوم نفرت إبله في الصحراء، فخرج أولاده للبحث عنه، وكان بينهما ولدان هما سعد وسعيد، وعاد سعد ببعض الإبل ولم يعد سعيد. فطبعا الرجل حزن حزنا شديدا على ابنه، وداخلته ما يشبه الحالات النفسية، فصار كلما رأى قادما من بعيد يقول أسعد هذا أم سعيد، يعني الذي عاد ولا الذي اختفى. وظل على هذا الحال زمنا حتى التقى برجل من الصعاليق غير الشعراء، الصعاليق مش شرط يبقوا شعراء، في صعاليق قطع طرق وغيره، وتسامر، وفي اخر الليل قال له الرجل هذا الموضع منذ سنوات لقيت فيه شابا ومعه إبل، فأردت أن أسلبه فاستعصى فقتلته وأخذت سيفه. فقال ضبة وهل معك السيف؟ قال نعم. فرح له وأظهر السيف، فعرف فيه ضبة أن هذا سيف ابنه، فاستله وقتل به الرجل. كان الرجل ينظر إليه باندهاش، وضب يقول القول التي اشتهرت وصارت مثلا الحديث ذو شجون، يعني هناك تفريعات أخرى لكلامك أنت لست يعني واعيا بها، هناك تداخلات بعيدة، وأن هذا المقتول كان هو ابنه. ووقعت حسب ما يقول البلاذري هذه المسألة أيام الأشهر الحرم، وكانت العرب لأغراض اقتصادية تحرم القتل في الأشهر الحرم، فلما لاموه على يعني قيامه بقتل القاتل قال سبق السيف العزل، يعني تعزلوني أو تلوموني على ماذا؟ يعني كنت أنتظر ابني فوجدت ما معناه، يعني وجدت قاتله أمامي، فأشهر حكم إيه بقى؟
إذن شجون هي أمور متداخلة ولها تشابكات، بعضها ظاهر وبعضها مخفي. فاخترت هذه الكلمة لتكون عنواناً لثلاثة كتب تصدر هذا العام: شجون مصرية، وشجون عربية، وشجون تراثية. ويفصل بين كل كتاب والآخر موضوعه. فالشجون المصرية، وهو الذي صدر فعلا وتأخر قليلا، شجون عربية ربما يصدر بعد شهر. في شجون مصرية تحدثت عن سبعة أمور هي تخص المصريين في المقام الأول، لكنها على نحو ما أيضا تهم العرب. مثلا اعتياد العجائب، أن المجتمع يدمن أشياء أو يعتاد على أشياء هي عجيبة جدا، لكنه مع الاعتياد تصير مألوفة ولا تثير الاندهاش، وينبني عليها أفكار أخرى هي خاطئة أو غير دقيقة، مثلما الفكرة الأساسية خاطئة وغير دقيقة. وفي فصل آخر بعنوان أثر الفراشة استعرضت العلاقة الملتبسة ما بين المثقف والحاكم، وهي في ثقافتنا العربية ملتبسة، لأنها للوهلة الأولى تستدعي فكرة أن يكون المثقف في نزاع مع الحاكم، وكلما كان النزاع أشد كان الرجل أكثر تثقيفاً، وهذا غير صحيح بالمرة. لا خبرات التاريخ قالت كده، ولا الوقائع حتى المعاصرة قالت كده. يعني قد يختلف وقد يتفق، يعني لم يشك أحد مثلاً في البركامي، وكان وزيراً في وزارة ديغول، ولم يشك أحد في قيمة الإمام الغزالي، وكان على صلة بالبلاط في زمانه، وكتب ما ينصر به الدولة العباسية على أعدائها من غلاة الشيعة وليس الشيعة بشكل عام. فبالتالي ليس شرطا، قد يتفق قد يختلف. إنما في هذا الفصل أضفت أيضا شكل التأثير ما بين أثر الحاكم المباشر وأثر المثقف الذي يضرب له مثل، هو أثر الفراشة وفقا للنظرية الرومانسية التي تقول أن لو فراشة رفت بأجنحتها في الصين فقد يكون ذلك على علاقة بإعصار يهب في الولايات المتحدة. ثم تحدثت عن بقية الفصول، أحفاد رفاعة ورفاعة الطاوي نفسه، والثورة الثقافية التي يحتاجها في الحقيقة العرب وليس مصر فقط، لأنه الثورات الهوجاء سرعان ما تتحول إلى ثورات ثم إلى فضائح، لأن الوعي ينقصها. وبالتالي لو لم تقترن الثورات السياسية بنشاط ذهني عالي جدا وثورة ثقافية تؤسس لها، ليس بالمعنى الذي استعمله ماو تسي تونغ، لأنه ده كان يعني نوع من الخداع، هو أراد أن يصفي أعدائه فأعلن الثورة الثقافية في الصين، وليس على النحو المبتذل الذي تطرح به يعني هذه الدعوة. نريد ثورة في التفكير، ثورة. ونفس هذا الشخص تجده يعني متوقف عند العين الحمئة ولا يستطيع أن يبرحها، لأنه مرتبط بتكوينات سابقة ولا يجرؤ على الثورة. إنما بعيدا عن هذا نقول أن الثورة الثقافية هي شرط ضروري لنجاح الثورات ولبقاء العرب أيضا، لأنه يعني
العرب في مآزق كثيرة ولن تجدي معها الحلول النمطية المعتادة ولا النظرات المعتادة، لأنه النظرة المعتادة والتناول المعتاد أدى إلى ما نحن فيه الآن، فإن كنا واعين به فهذا يعني دال، وإن كنا غير واعين به فهذا أدل، بالمعنى المصري لما نقول عن شيء أسخم وأدل يعني أوحش. نيجي لشجون عربية. أولا إشارة، شجون تراثية هو إضاءات على مناطق مجهولة في التراث العربي من خلال مخطوطات نادرة أو شخصيات مهمة منسية. أما الكتاب الأوسط وهو موضوع محاضرتنا اليوم فيضم ثلاثة موضوعات تدور حول ثلاث جماعات تعيش داخل الجماعة العربية. يعني لو أسقطنا الفروق النوعية الطفيفة بين العرب في الجانب الأفريقي والجانب الآسيوي، بين الشمال الأفريقي ومصر والسودان، بين شمال الجزيرة وجنوبها، هناك طبعا اختلافات فرعية ولا بد لها أن توجد، ولكن تظل الثقافة العربية واللغة العربية شيئا واحدا، والأموم العربية غالبا أو في كثير من الأحيان تظل شيئا واحدا. فلهذا نقول الجماعة العربية بنوع من التعميم. هذه الجماعة تعيش ثلاث جماعات وجودها لا ينكر، والجهل بأمرها غير مستور. هي الجماعة اليهودية وجماعة المتعصبين دينيا ممن يسمون اصطلاحا داعش، والجماعة الكردية. هذه جماعات تختلف عن الجماعة العربية في أمور، سواء كانت إثنية إثنوغرافية كما هو الحال مع الكرد والأقل بدرجة أقل مع العبرانيين كما سنرى بعد قليل، أو أنهم يختلفون في التوجه مثل ما هو الحال في داعش وأخواتها. داعش تستعمل في الكتاب باعتبارها اسم جامع لهذا النوع من التفكير، وإلا لماذا؟ لأنه تتبع الدلالة الحرفية لداعش التي يعني ترد أنباؤها المفجعة يجعلنا نغفل عن الاشتراك في الطبيعة والتوجه مع أنصار بيت المقدس، أنصار الشريعة، فجر ليبيا، جند الشام إلى آخر، وهي أسماء كلها يعني ما أنزل الله بها من سلطان، يعني جماعة تحصل على السلاح فتصير بمثابة تهديد مباشر لعموم الجماعة العربية، ثم تتخذ لنفسها اسما القاعدة أو داعش. الفارق بينها جميعا هو فارق في الدرجة لا في النوع، النوع واحد، ليس في واقعنا المعاصر فحسب وإنما أيضا في الماضي البعيد. يعني إذا قارنا مثلا الأفعال الداعشية بالمعنى الضيق لكلمة داعش في سوريا والعراق، ما الذي تختلف فيه عن أفعال القرامطة مثلا الذين حاصروا الحجيج يوم الحج في عرفة وذبحوا كل من عليه
كلهم بأطفالهم بشيوخهم بنسائهم، ثم نزع الحجر الأسود من مكانه وظل يعني يمكن 20 سنة فريضة إسلامية أساسية، فريضة الحج لا تقام. فنفس الشيء، إذن بدلا من تتبع التفاصيل والأحداث الفرعية ودلالة الاسم واشتقاقه، هل نقول آيسيس اللي تدي معنى إيزيس، ولا نقول دولة الإسلام في إلى آخره، لا. كان يهمني في هذا الفصل رصد الأسس والقواعد التي يقوم عليها هذا التوجه وتفسير أفعاله. فمثلا أول ما تظهر جماعة من هذه تستهدف، أول ما تستهدف الآثار، ليس فقط الآثار التليدة العتيقة في العراق، وإنما قبوب الأولياء في ليبيا مثلا. يعني أول ما سمعنا عن فجر ليبيا وجبهة الشريعة وجبهة الفظيعة المريعة، أي كلام أي أسماء، إنما الفعل واحد، إن راحوا هدموا قبوب الأولياء في ليبيا. طب يعني ده ليبيا أولياءها زي ما بيقولوا في المثل، عد غنماتك يا جوحة، قال واحدة قايمة واحدة نايمة يعني. وأهم شخصية روحية في تاريخ ليبيا كله العرب الإسلامي يعني شيخ سلام، راحوا دمروا القبة بتاعته، قبة بسيطة جدا. ليه؟ على الضفة الأخرى كانت قلوب الناس تكتوي بمشاهد تدمير، بقايا تدمر وأثر العراق في الشمال العراقي، وهذا العالم المتبقي عن القرون الخالية والذي يشهد بعظمة الناس التي عاشت هنا قبل 100 سنين. لماذا يستهدف الداعشي الأثر؟ ولماذا ينوي هذا الاستهداف؟ كلنا سمعنا تهديدات القاعدة وداعش أنهم إذا دخلوا مصر سوف يهدمون الهرم والتماثيل لأنها حرام، وبالتالي هم جعلوا من أنفسهم كما رد عليهم صحفيا وإعلاميا، أنتم لستم أكثر إسلاما من الصحابة الأوائل الذين رأوا هذه إنما هذا رد ركيك على تفكير مريض في مستوى أعمق. الداعشي، ويدخل في ذلك القرمطي القديم أو العضو في أي جماعة من هذه، يتعامل مع المنطقة الأدنى من النفس الإنسانية. لو تصورنا النفس الإنسانية كدائرة، فسوف تكون قبتها العليا هي المنطقة الروحانية التصوفية التي تتخذ أحياناً أشكالاً دينياً، لكن الدين ليس شرطاً فيها. فالعلماء الذين كان بعضهم يكتحل بالملح كي يبقى ساهراً ليواظب على الدرس، هذا فعل تصوفي لا مادي. والفنان الذي يستلقي على ظهره 11 عاماً ليرسم كنيسة سيستين في روم، هذا عمل تصوفي. وهو نفسه مايكل أنجلو الذي كان يستعمل يعني أدوات النحت بعنف، وعندما سألوه قال لأنني أريد أن أنزع
الزيادة عن الصورة التي أراها داخل الحجر. هذه رؤية صوفية. هذا في القبة العليا. أما في قعر النفس الإنسانية فالإنسان ينحط إذا ما احتلها إلى درجة أدنى حتى من مرتبة الحيوان، لأنه لم نعهد في الحيوانات أن نوعا منها قام بحرب إدادة على نوعه. يعني نمور بلد أو منطقة مش هيتحالف بعضهم لتصفية نمور الناحية التانية من الوقت. الإنسان عمل كده، عمل هذا واحتفى به، ولم يحتفى به فقط وإنما اعتبره دينا. ومن قرأ عن حروب الغرب في التوراة يعرف كيف احتفى بعض الناس بما يخجل الإبادة وجعل الرب شريكا فيها. سنعود بعد قليل للمسألة اليهودية، إنما خلينا في هذه المنطقة التي منها وفيها تشتبك وتلتحم الغرائز الهمجية الموروثة من زمن ما قبل الحضارات، وهذا ما يهدف إليه الداعشي. هو يريد الملذات المباشرة الأولى، السلطة باسم الله والنساء باعتبارهن يعني ملذات، ثم يزهد فيهن ويتجه إلى الغلمان مثل ما حدث في أفغانستان وظهرت الظاهرة المعروفة باسم الباتشابازي وأهملت النساء تماما. طيب ما الذي يريده؟ هو يريد أن يصل إلى قاع الوجود الإنساني وأحقر ما فيه. فيأتي الأثر عظيما وعاليا ومذكرا بمن بنوا الحضارة التي يسعى الداعشي إلى التخلص منها، فيكره الأثر. وإلا إذا كانت على زعمهم التماثيل حرام، ولا أدري ما هو وجه الحرام فيها، يعني إن كانت تعبد هي أصنام كانت لآلهة، إنما ما محدش يعني مش حد يعني بيعبد تمثال ملك أمون مثلا. هل هي جميلة طبعا بتستاهل بس أصحيح ده تمثال في أخميم. حد قال لي انه مش بيبالغ قوي في الوصف، او تصورت انه بيبالغ، بس هو من حوالي 15 سنه كده 15 متر. فرحت عشان اشوفه فذهلت، ازاي ممكن ان يكون الجمال بهذه الانسيابيه؟ هذا التمثال لملك امون الموجود في الخميم، والغباوة طبعا لحظة في نفس الناس كتير اكتشفوه ملونا فرفعوه في شمس الصعيد، ففي العام التالي ضاعت الألوان ولم يضعوا ثبت الألوان. المهم بس دي مش داعشية، ده جهل. ال 15 متر طول التمثال بالقعر، هو 14 متر بالقعر، هو أحد تمثالين لمجد أمون ابن رمسيس الثاني، وبجوارها أبوها أو تمثال أبيها 30 متر في مدخل معبد أخميم، وصفه ابن بطوطة قبل 7 أو 8 قرون لأنه أضخم معبد في مصر القديمة، وطبعا للأسف وقع في الزلازل والنهار. إنما تخيلوا دي البوابة، التمثال اللي في البوابة ارتفاعه 30 متر، وما اللي هي ارتفاعها قد ايه؟ وكيف سقف هذا المعمل؟ وما هذه الإرادة للخروج بالإنسانية
من حالة الهمجية الأولى إلى حالة المنجز الحضاري. وينظر الداعشي يحترق من داخله، لأن مراده هو عكس ذلك، فيكره الآثار ليس التماثيل. وإلا يعني هي أعمدة تدمر دي كانت عملته إيه؟ دي أعمدة. أو البوابات كانت عملته إيه؟ يعني حتى لو كانت المسألة هي مسألة إن دي أشياء مجسدة، يعني طب ما في أشياء كثيرة غير مجسدة، فإذا عرف ياخدها ويبيعها لأنه حرامي أصلا بيعمل كده، ما لقالهاش مشتري دمرها. علشان تيقن بقى للأصل التاني من أصول الداعشية، بيلتقط هؤلاء من التراث الديني ما يناسبه، فيجدوا في الحديث النبوي. وإحنا نعلم طبعا أن الحديث هو الأصل التاني في الإسلام، ولكن رأي علماء الدراية وليس الرواية، يعني الجزء من الحديث النبوي المتعلق بنص الحديث، كان رأيهم أن الحديث مهما بلغ من درجة الصحة فإنما نتبع فيه غالب الظن لا العلم المحقق. لماذا؟ لأنه جمع بعد فترة، ولأنه النبي نفسه نهى عن جمعه، وأن العنصر الإنساني والذاكرة الإنسانية تدخلت فيه، وبالتالي فهو مظنون بصدقه، وليس كذلك طبعا القرآن. فيبتعدوا هؤلاء دائما عن القرآن ويستخرجوا فتاواهم من الأحاديث، ويجدوا في الحديث نصرت بالرعب مسيرة شعب. وهنا يحدث هؤلاء الأفاعيل المهولة بغرض إيقاع الخوف والرعب في عقول الناس على مبعدة منهم، وهو ما يسمى في الحروب الحديثة بالحرب النفسية. فالأصل الثاني من أصول الفكر الداعشي هو المسألة النفسية. ولهذا ما الذي دعا القرامطة في بداية القرن الثالث الهجري من 1100 سنة 120 سنة لذبح الحجاج وخلع الحجر الأسود؟ هو نفس الشيء الذي يجعل هذا الخليفة المزعوم لداعش يقول أنه يوما ما سيصل إلى مكة ويهدم الكعبة. لماذا يا شيخ العرب؟ لأنها كانت بيتا للأوثان. يا سلام، يعني شوف العتب. لأن أول ما بدأ يفكر، ما هو يعرف يقتل، يجيبوا الأمريكان أو ناس تانية يحطوا له السلاح في إيده ويجيب بقايا جيش صدام، والقصة المشهورة فيتسع. وبعدين يلتقط من المظلوم معانا ابن تيمية فتوى من فتواه المتشددة، ويقول ابن تيمية قال. طيب الخطوة الثالثة بقى أن يفكر، فيطلع بقى تفكيره بهذا الشكل، ليه هيهدم الكعبة؟ عشان كانت بنت للأصنام قبل الإسلام. طب إيه دخل ده في ده؟ وهو النبي الإسلام ما كانش عارف كده ولا إيه؟ إنما هو عتب. إنما العتب ده يستعمل أصلا من الأصول التي يقوم عليها هو الرعب أو إحداث الرعب في النفوس على مبعدة منه، لأن هذا الشاب الداعشي قتل أمه لأنها ما بتصليش الفجر، حاضر شافها لم تعمل، فطالع من أسبوعين قال له يضربها بالنار في المرأة. ده هتقول له بقى النص القرآن وحجية الآية القرآنية الاجتهاد الفقهاء ما ينفعش معاه لأنه لا اجتهاد مع النصر، هتقول لي مين؟ ده هو بيعمل كده علشان ينشره أصلا. فأنت لما تقول له أنت بتساعده على النشر، ولهذا أوصيته في هذه النقطة يعني عند تناولها
أن يكون أمضى سلاح يقابل به هؤلاء هو السخرية. وقلت لهم يعني مشاهد الذبح دي بتاع عدنا نشوفها، وده كان في مقالة أول ما ظهروا على ده. يعني النساء الشعبيات المقهورات في مصر من حوالي 20 سنة ظهرت موجة كده تقطيع الأزواج وضعهم في أكياس بلاستيك. هذا الفعل أشنع وأبشع مليون مرة من اللي انت بتعمله ده يا داعش. وبالتالي فكل أفعالك هذه المراد منها إثارة الرعب في النفوس لا تتخطى فعل امرأة شعبية فقيرة اغتاظت من زوجها فقطعته إرما من أصول الفكر الداعشي أو ما يسمى صلاح الداعشي أنه يعتمد على النصوص الثواني وليس على النص الأول في الديانة. في كل ديانة هناك مستويات للنصوص. في اليهودية هناك التوراة، ده المستوى الأول. ثم هناك أسفار الأنبياء والتلمود، دول مستويين أو مستوى واحد ثاني نقول عليها الكتابة الثانية. في المسيحية في 4 أناجيل مشهورة ومتناغمة، دي الكتابة الأولى أو النص الأول. ثم يأتي من بعدها ما يسمى بأعمال الرسل واعترافات الآباء، ده مصطلح مسيحي القصد منه نصوص العقيدة. يعني الأب مش عارف أثناسيوس بيعترف إن الله هو المسيح، وإن ده اسمه إيه؟ اعتراف، يعني ما يقابل في التراث الإسلامي نصوص العقيدة أو أصول الدين. وفي الإسلام هناك القرآن طبعا المستوى الأول، وهناك النص الثاني متمثلا في الحديث النبوي واجتهادات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. هذا النوع من التفكير لا يستمسك أبدا بالنص الأول، إنما عناد تفكيره قائم على النصوص الثواني. فالفريسيين عند اليهود بشرية من المسيحيين يوم وقت هيباتيا سنة 415 وأيام لا حصر لها وحروب الكنائس في غرب أوروبا في القرن 17 حيث قتل في يوم واحد 850,000 شخص. وبعدين يقولوا المسيحية دين المحبة والإسلام دين العنف. طبعا هو كله في عنف، بس هو العنف مش في الدين، هو في المتدين. عشان كده في هذا الكتاب في فصل عن الدين والتدين والمديونية. المهم إن هؤلاء الذين يمارسون فعلا داعشيا بالمعنى العام للكلمة لا يستند أبدا إلى هذه العروة الوسطى النص الأول، إنما يعتمد على النص الثاني لأنه متسع الدلالة وفيه من البشرية قدرا أكبر من الإلهية والربانية. يعني الإيقاعات القرآنية حتى عند غير المؤمن لها موسيقى إلهية، لها وقع سماوي. أما الحديث فهو تناول حب النبي للعسل وحربه مع قبيلة مش عارف كذا وقوله لقريش جئتكم بالذبح. طيب إذا كان علماء الحديث المتخصصين في العلمين أو في الجانبين الرواية والدراية أو السند والمد اتفقوا جميعا بلا استثناء على أن الحديث إذا خالف النص القرآني فلا يعتد به مهما بلغ درجة الصحة.
هل في حد عنده شك في هذا الكلام؟ لا. طيب إذا كانت الآية القرآنية واضحة ومحددة وتقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف يتوافق هذا مع ما روي في الكتب من أن النبي كان يطوف قبل الهجرة بالكعبة فضايقه الكفار وكان معهم أبو جهل، فقال النبي يا معشر قريش جئتكم بالذبح، فقال له أبو جهل، شوف حتى التركيبة الجوائية مش مظبوطة، يا محمد ما كنت جهولا، وكلمة الجهل مش معناها الجهل بتاع الجاهلية زي ما الناس فاهمة ان في اسلام وفي جاهلية، لا الجهل هو العنف، وانا ما اعرفش برضو الانقلاب الدلالي ده حصل ازاي في اذهاننا، يعني مش احنا عندنا القصيدة بتاعة الواد الجميل ده اللي هو عمرو بن كلثوم لما امه صرخت ومش عارف ايه، عارفين القصة طبعا، فانه بيقول فيها اللي هي الا هبي بصحنك فاصبحينا معلقة من معلقة العربية، انه لا يجهل احد علينا الا جهلنا فوق جهل الجاهلين، يعني هيعمل نفسه بقى مجنون، لا احنا بنتجن عليه اكتر من عنف. وبعدين يقول ايه وان هم كمان المواسون عند اللزوم اذا هبت شاميه الى اخر القصيده. اذا الجهل هو الفعل العنيف، فيضع الحديث الذي يستشهد به خليفه داعش على لسان ابو جهل القول للنبي المفترض فيه، مش المفترض المنصوص على انه جاء رحمه للعالمين، يا محمد ما كنت جهولا، يعني بيرد عن جهله فيرد عليه النبي بنص الحديث وانت منهم. طيب كيف يستقيم هذا؟ الداعشي لا يفكر، هو يتبع الاصل الذي اتبعه من قبله امثاله فقط. حديث جئتكم بالذبح، إذن الذبح فريضه اسلاميه، يا سلام. وان الواحد لو ما ذبحش ما يبقاش مسلم، طب خلاص هنصطاد كل واحد عصفوره بقى ونذبحها؟ لا، هو كان الكلام عن العصافير، كان الكلام عن الكفار. طب يعني ايه؟ يعني شوف لك اي واحد اجنبي ذبحه، يعني ما عشان تبقى مسلم. شوف الخيبه الى اين وصلت بالعقل العربي ان ينتج، يعني ان يهمل الاول التشدد الديني ويسمح به، وبقول بعض نواب البرلمان انهم يدعون المرأة نقط كده للاحتشام، ويسكت عن هذا ولا يدري ان الخطوة التالية والتي بعدها ستكون هذا النوع من التفكير، لان التعصب الديني لا يظهر فجأة، يعني لم يحدث ان جماعة دينية طفرت فجأة في الفراغ، وانما هي تبدأ بمقدمات وتتسلل وتوسع لنفسها حيزا، ثم طب فاضل 10 دقائق فانا مضطر اسرع شويه. في هذا الثلث الاول من الكتاب استعرضت هذه الاصول والاسس التي تقوم عليها الداعشيه، ليس من قبيل البحث النظري فقط، وانما لنضع ايدينا على مواضع الجرح العميقه ونتلافى، لان البحث النظري احنا ما قضيناش عمرنا ندرس في التراث العربي وفي علشان كنا زهقانين او بنتسلى، لا، في واقع مريض وغير واع بمرضه، هذه المعرفه ينبغي ان توجه اليه،
والا ازداد التهور يعني تدهورا. الجماعه الثانيه الجماعه اليهوديه او العبرانيه طبعا اسرائيل موجوده هي عدو للعرب، وكل حاكم بالذات الرؤساء يطلع لازم يقول الكلمتين دول، ونحن ملتزمون بالقضيه الفلسطينيه فلنتسلم. بعدين يجي حد يقول انه مشكلتنا مع اليهود مشكله وجود لا مشكله حدود. يا راجل ايوه، يعني لازم حد مننا يخلص على التاني خالص. ايوه، واحد تاني يطلع يقول سنلقي باسرائيل ومن وراء اسرائيل في البحر ويغرقنا احنا في الترعه. وطول الوقت في تضخيم وتهويل لليهود واليهودية، وحتى مفكرين المجنوقين ومنهم بعض أساتذتي زي عبد الوهاب المسيري مثلا راح ملخص الموضوع في كلمتين: اليهودية دول في ثلاث مفاتيح لفهمها، إن هم جماعة بتؤمن بالعلمانية الشاملة، يعني ما فيش إله لأنه الخلق كلها في العالم، وإنها جماعة وظيفية يعني بتقوم بالأعمال اللي يخجل أعضاء أي مجتمع على القيام بها فيتصدروا هم لعملها. والثالثة مش فاكر كانت إيه. فقلت له: يا دكتور، أولا الثلاث حاجات دول موجودين في تراثنا، والحلولية إنه فكرة الإله ممكن تتجسد في الأشخاص. قلت له: الثلاث أفكار دول موجودين في تراثنا اكتر ما موجودين عندهم، يعني ما الحلوليه موجوده عند او اتهم بيها على الاقل، يعني الحلاج وكتير، والجماعه الوظيفيه امال هو المماليك دول كانوا ايه؟ مش جماعه وظيفيه؟ الاكراد دول كانوا ايه؟ مش جماعه وظيفيه؟ بيقوموا بالاعمال الشاقه يعني وما ياخدوش حقهم بالكامل، عشان كده يقولوا في المصري بيستقردوا، يعني يعامله كما يعامل العرب الأتراك، وعلى العرب أن يخجلوا من أفعاله في الأتراك طيلة 1500 سنة الماضية، وأن يتوقعوا اضطهادا مضادا، لأن الجماعات المضطهدة غالبا ما تلجأ في فورتها الأولى إلى اضطهاد مضاد خلص به من موجود الاضطهاد. انما خلينا الان في اليهود او الجماعه اليهوديه، يجي جمال حمدان عقل ويكتب اليهود انثروبولوجيا. طب ايه يا دكتور؟ قال لك دول ولا حاجه، القبيله ال 13 دول مقول، ودول كلهم كذابين، دول مش يهود، استنادا الى فكره وهميه اسمها النقاء العبق. النقاء العبق ده ممكن تتكلم فيه في اطار عائله محدوده، يعني اب وابناء والجد والاحفاد، انما في جماعات انسانيه ممتده طول التاريخ. طب انت فين نقائك العبق ان شاء الله كعرب؟ يعني ايه جايبه منين؟ من اليمن؟ في دلائل بتقول انه من اليمن. اللغه اللي كانت مستعمله في القبائل اليمنيه هي المستعمله في مصر. حتى الان يستعملوا اداه التعريف الالف والميم مش الالف واللام. وبدل ما يقولوا البارحه يقولوا امبارح. وبدل ما يقول البوابه يقول امبابه. ده يمني. وفي الاسكندريه لا تزال تستعمل اللغه التي سخر منها اللغويون القدماء واسموها لغة أكلوني البراغيث عندما يجمعون الساعد، بينما في العراق والشام هناك لغة شمالية. فهل جاءوا بعد سقوط السد، سد مأرب 500 ميلاد، أم من 1200 سنة مثل ما وردت الإشارة في بعض النصوص الأشورية؟ وهل
خلال هذا الزمن كان العرب أنقياء أتقياء لا يتزوجون مع غيرهم، طب كيف صار منهم الفلسطينيون والفلسطيني أو البلستي بالتعريف الأصلي للكلمة هو الوافد عن طريق البحر في اليونانية؟ الفلسطينيين عرب. فيعني يا جمال حمدان اللي هو عبقري طبعا في الشك، انت اخطأت هنا لأن العاطفة غلبت عليك فتصورت أن تلزم الآخرين بالنقاء العرقي الذي هو محض خرافة لتدين العدو. ويضعوا كانوا واحنا في المدارس الابتدائي زمان بتاعت كتيبات كده في منتهى التفاهة اسمها اعرف عدوك. ايه اعرف عدوك؟ اليهود دول حاولوا قتل النبي، وفي واحدة عملت له اكلة كده معرفش كبسة ولا ايه وحطت له فيها سنة، واليهود خدعوا النبي خلاص يا عم. اليهود ضربوا مدرسة ابتدائي في مصر اسمها بحر البار، ماشي. طيب اليهود عملوا مسبحة اسمها صبرا وشتيلة، ماشي. نبص بقى على صبرا وشتيلة أي يعني. أنا قبل ما أتكلم في الموضوع ده استوقفت 10 شباب جماعيين في مصر. احنا عندنا في ندوات زي كده، وفي بقى ندوات اللي هي ايه لما انزل اقعد على كافيه فيعدوا بقى الشباب فكل واحد يقعد شويه ونحكي. فكل ما حد يعدي اقول له ايه صبرا وشتيلة؟ يقول لي دي مسبحه اليهود ذبحوا بيها الفلسطينيين. ويمكن كتير من اللي قاعدين منكم في ذهنهم ده. اللي عامل المسبحه دي حزب الكتائب اللبناني. السفاله الاسرائيليه كانت بتاعت شارون، انه سمح لحزب الكتائب بالدخول ولم يسمع للصحفيين. ما نقولش احنا بقى الحته دي، وما نقولش انه بناء على هذا خرج من اليهود 470,000 شخص. اليهود طبعا وعرب 48، 470,000 شخص في تظاهرات في تل ابيب ما جبناش سيرة عنها خالص احنا في بلادنا. وألزمت الحكومة الإسرائيلية بعمل لجنة، وأوصت اللجنة دي بإقالة أرييل شارون واستقال. ما نقولش احنا ده بقى. ما نقولش المذابح اللي تعرضت لها الجماعة دي على ايدينا وايدين المسيحيين، مسلمين ومسيحيين بالمناسبة. ما نقولش انه سنة 45 لو كان السياسيين والحكام العرب عقلاء بما يكفي لترك الامر لمن يفهمون ما كانت القضية الفلسطينية دي كان قد طرحت اصلا. ليه؟ لانه كان اليهود يعيشون في كنف الدول الاسلامية ويحلمون بدولة. طيب هو طه حسين يعني على نحو ما نقدر نقول ان هو المع عقليه عربيه في القرن العشرين يعني، وكل ما نتوغل في فكره نشوف عظمه. هل هو كان متخلف ذهنيا عشان سنه 45 يطلع من القاهره وياخد القطر زي ما كنا بنقول امبارح ويطلع على القدس يعمل محاضره في الجامعه العبريه اللي عاملينها اليهود ويرجع؟ طب والعقاب قبل الثلاث سنين؟ وهم نفس الشيء. انما اللي حصل ايه؟ انه جم الضباط الاحرار جدا. معروف طبعا يعني ايه الاحرار دي؟ يعني يعملوا اللي هم عايزينه. وهو عايز قضيه العدو الصهيوني. يا حضرتك صابت اليهود دول في الحكومة
لا 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 اصل يهودي غير صهيوني. ايوه غيره ازاي يعني؟ الصهيوني ده اللي بيلعب سياسه، انما اليهودي ده اللي بيعتقد في اليهوديه. طب وهو ما انت بتلعب سياسه. وبعدين زيون ده اسم من اسماء الاله، وانت عندك في القاهره اليوفط العريضه جدا اللي امنتها طبعا وخدت فلوس الناس بن زيون. طب ما معناها ابن صهيون، ما لغتهوش ليه؟ لانه جاهل وصنع شعبا من الجهال. انا بقى مصر المفروض اهدي شويه. نقول تهذيبا تم استغلال القضيه الفلسطينيه استغلالا سياسيا لتنبيه وجود حكومات عسكريه تعتمد على فكره احتياج الدوله الى الدفاع العسكري عنها، فتكاثفت المساله وحصل طبعا اخطاء من الجانبين، انما التاريخ ان انصف سنرى ان اليهود ظلوا كجماعه من الجماعات العربيه تتحدث اللغه العربيه 500 سنه على الاقل قبل ظهور الديانه اليهوديه. وهذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام اسرائيل ويلفنسون اهم باحث يهودي في النصف الاول من القرن العشرين وتلميذ طه حسين بالمناسبه، وكتابه اليهود في جزيره العرب منشور في مصر، وكتابه الثاني موسى بن ميمون منشور في مصر. كان هؤلاء يتحدثون اللغه العربيه لمئات السنين قبل ان تنشا لهم ديانه، وان هذه الديانه قامت اساسا على فكره وعد الهي عام لجماعه مقهوره ومسبيه ومضطهده تحلم بوطن على لسان الرب الذي قال لابرام لا تدع من اليوم ابرام بل ابراهيم، ولنسلك يا ابراهيم اعطي هذه الارض من النهر الى النهر الكبير. طيب يا جماعه ده دي حجه لنا ضد اليهود، انه انتوا بتطردوا بقى بتحجوا العرب ليه؟ ما هو العرب دول نسل ابراهيم زيكم. فاي فعل عسكري يهودي ضد شخص عربي هو بالتالي ضد الوعد الالهي، والوعد الالهي تحقق اهو بالفعل. ما هو من العجاب من جنوب العجاب لحد دلتا نهر النيل لا يوجد من الناس لا في ارمن ولا اتراك ولا زنوج، ما فيش الا عرب وعبرانيين نفس الاسره. وفي نفس الوقت انت في تصوراتك الدينيه وفي واخد منهم اشياء وتجهل وجودها عندك، يعني خدت منه الختان بالمفهوم اليهودي واستعملت نفس المفردات المله يعني تحدثنا عن هذا في محاضره من سنتين عن الثقافه العربيه قبل الاسلام. انما الشاهد الان انه هذه العداوه مصطنعه وكانت تخدم اغراض فريق على الجانب الاخر وفريق على هذا الجانب، واستفاد الفريقان من تأجيج هذا النزاع الذي دفع ثمنه أبرياء بس قداسة الأرض. أنا مش هتكلم طبعا النهاردة عن مسألة القدس، يعني بعضكم يمكن عارف رأيي فيها وأنا بكتبها بشكل منظم، وأرجو أنه ما نجيش على الخطر الأول. أول ما نيجي ننصف في القول هكذا يقول الله هو بيجامل اليهود ليه؟ يا سيدي مش بجامل حد، ده انا بقول ان احنا الاثنين في العين الحمئه، وان مش بنعمل ده كنوع من الطرف الفكري، بنعمل ده عشان في ناس بتموت كل يوم
عز ما كانت الثورات العربية محتدمة وكلنا في حالة ذهول، راحت حماس خطفة ثلاثة ودبحان. ايه المناسبة؟ وفجأة راحت قناة الجزيرة عاملة سلسلة بتاعت فلسطين مأساة وطن، وتشحن. ما هم كمان اليهود عاملين كده. ما هو جايب بقى، هو بيعلم عياله ايه المآسي اللي هو مر بيها بقى. يعني حروب النبي في يثرب، وحرب خيبر من وجهه النظر الاخرى بقى، والمذبحه اللي عملوها المسيحيين سنه 628 بعد رجوع صليب الصلاروت، والاضطهاد. ما هو في نفس الحجه يعني، وهم بقى تاريخ طويل من ده. طب امال هنخلص امتى؟ ولتعميق الخلاف، معلش تجاوزت الوقت 10 دقايق، مسامحني ولا ايه؟ ولتعميق الخلاف يتم كسوه بالقداسة. فينتهي الأمر زي ما قال الشاعر ساخرا الفلسطيني محمود درويش، ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة ليس لأنها نسخة عن فراديس عروية، بل لأن نبيا تبشى مغشيا عليه من خشية الله. ومصادفة صار منحدر الحقل في بلد متحفا للهباء، لأن ألوفا من الجند ماتت هناك دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين. يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا. ومصادفة عاش بعض الرواة وقالوا لو انتصر الآخرون على الآخرين لكان في تاريخنا البشري عناوين أخرى. هكذا رأى الشاعر الفلسطيني المسألة بعدما أنهك وبح صوته وهو يقول سجل أنا عربي، وإلى آخر أشعار درويش المشهورة. فإذا بآخر قصائده، وهي قصيدة بدون عنوان، وضعت لها عنوانا من عندي هو العربي والعبري، أما هو فقد ألقاها دون ما عنوان، كأنما هي تغريدة بجعة أو إشارة أخيرة لنا أن نعيد التفكير في المسألة. يقول هو هادئ وأنا كذلك، يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة، هذا هو الشيء المغيب بيننا. هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أقرأ مثله صحف المساء. قطة سوداء تعبر بيننا فأجس فجوة ليلها ويجس فجوة ليلها. هو لا يقول لي اليوم السماء اليوم صافية وأكثر زرقة، وأنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة. يعني الكلام اليومي ما بنقولوش له. أطلب من الجرسون شيئا يطلب من الجرسون شيئا، أحرك رجلي اليسرى يحرك رجله اليمنى. أفكر هل هو المرآة أبصر في ذاتي وأنظر في عينيه فلا أراه، فأترك المقهى على عجل فربما هو قاتل وربما هو عابر قد ظن أني قاتل.
هو خالف وأنا كذلك. هكذا رأى محمود درويش صوت فلسطين غير التجاري. يشترون عربية فده يعني يحتاج وقت، وهو بالصدفة البحتة يعني أشار له لمأساة الأكرار، أشار لها محمود درويش في قصيدة يعني يقول مطلعها: يتذكر الكردي حين أزوره غده فيبعده بمكنسة الغبار إليك عني. وفي نهايتها، في نهاية القصيدة يقول: باللغة انتصرت على الغياب. قلت للكردي، قال: لن أذهب إلى الصحراء. قلت: ولا أذهب.